أشاد العاملون بمشروعات الإسكان بمدينة العالمين الجديدة بما توفره هذه المشروعات من فرص عمل. يأتي ذلك بعدما شهدت محافظة مطروح طفرة تنموية في القطاعات كافة، فضلا عن إقامة عدد كبير من المشروعات القومية منذ عام 2014. الحمد لله ان ربنا يعني مجدد الناس كلها، وان الناس كلها دلوقتي بدانا ان احنا نلاقي فرص عمل بالطريقه ديت. انا واحد من الناس بقالي هنا 7 سنين، كنت مستلم الارض دي وهي كانت لسه اعشاب ورمل وكل حاجه، لحد ما حضرتك شفت بعد 7 سنين وصل المستوى لحد ايه. فاتحه فرص عمل لناس كتير جدا من الصغير للكبير، يعني مش هنقول مثلا هي فاتحه مثلا سن صغير وسن كبير او بتاخد، لا ده هي فاتحه للكل، عماله ومهندسين ومشرفين ومدني وخرسانه، فاتحه لجميع الفئات. فرح عظيم، مجموعه ابراج كبيره هنا ادت فرصه عمل للشباب كلها، سواء من القاهره سواء من الصعيد سواء من الوادي من كل مكان. بصراحه يعني فتحت بيوت كتير، جاب فرص عمل كتير. الاول من 5 سنين ما كانش فيه العدد كميه العدد الناس اللي كانت موجوده، دلوقتي جه من انحاء العالم، من وجه بحري، من الصعيد. فرص عمل مفتوحه لكل الشباب بجميع مجالاتها، سواء من العامل للسباك للنجار للحداد المسلح للكلادين للكرتنول للوجايه للتشطيب لللاندسكيب نفسه، مفيش مجال مش شغالين فيه الحمد لله. الدنيا حلوه يعني الحمد لله، البلد جميله هنا ومدينه العالمين يعني بصراحه مدينه فيها انجازات جميله وشغالين تمام يعني الحمد لله. هي فتحت فرص عمل للشباب من ناحيه الشغل، المقاولات بيحتاج عماله كتير، بيحتاج صناعه كتير، كشغل وكعماله بيحتاج عماله كتير. فاصبح كنا شغالين حاليا في العاصمه في القاهره، جينا هنا العالمين من 6 سنين بالظبط. المشروع هنا مشروع قومي ومشروع ضخم ومشروع فتح فرص عمل كتير للشباب غيري وزيه، ومشروع مصر بتتباهى بيه وبنتباهى بيه قدام العالم كله. المدينه هنا مدينه رائعه، حته من الجنه، احنا يعني اصبحنا جزء من المكان والمكان اصبح جزء مننا.